يعني ايه كونديشنال؟ لما احط لك شرط، انا عندي جملتين فيهم جملة عشان تتنفذ مشروطة على الجملة اللي قبلها. يعني ايه؟ عشان الجملة تتحقق لازم الجملة اللي قبلها ايه؟ تتحقق. إيه؟ أربع قواعد أو أربع حالات، الحالة صفر والحالة واحد واتنين وتلاتة. هتقولي طب ليه الرخامة دي؟ ليه ما بدأناش من الحالة واحد واتنين وتلاتة؟ هقول لك ماليش دعوة، الراجل اللي حط القواعد عملها كده، ماشي؟ تمام. هو راجل رخي، هنعترض؟ لا مش هنعترض. احنا النهاردة حظك ان بتوع سنة ستة بياخدوا الحالة الأولى وهي أرخمهم. الحالة الصفر بقى، سوري، الحالة الصفر بياخدوها بتوع سنة ستة وهتاخدها أنت إن شاء الله. أنت بقى هتاخد الحالة الأولى والحالة التانية اللي هما منطقيين جدا. بتقول لي إيه؟ إف دي زي ما اتفقنا بتربط بين جملتين، بتربط إيه؟ من جملتين حلو قوي الكلام ده. الجملة الأولانية بيكون الزمن بتاعها إيه؟ آدي إيه فهي بتيجي أول الجملة. طب الجملة الأولانية بيجي الزمن بتاعها إيه؟ سامعني يا كيمو؟ قال لي present simple. تعالى كده نفتكر ال present simple مع بعض. آه، هو ده اللي كان الفعل فيه مع الهي والشي والإيت والمفرد بيتزود اس، ولو الفعل مع وي وزي ويو واي بيبقى من غير اس، صح ولا لا؟ كيمو المايك اتقفل. ولما اجي انفي مع الهي والشي والإيت والمفرد بستخدم doesn't زي الفعل سادة، ولو وي وجي ويو واي بنفي بدونت وبعدها الفعل سادة. اه هو ده. طب دي الجملة الأولانية، بعدها بعمل له كوما، كوما بتاعت الأرض دي. الجملة التانية بقى بتكون إيه؟ بتكون well زائد الفعل سادة. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني لما أقول لك إيه؟ لو انا لو انا بذاكر هنجح، مش دي بديهيات؟ لو انا بذاكر هنجح. كلمة ها دي معناها ويل. الها دي معناها ايه؟ ويل. تعالي نجرب كده نشوف الجملة. if are study، لو انا ذاكرت، لو انا بذاكر، سوري مش ذاكرت، ده مضارع. لو انا بذاكر I will pass the exam. لو انا بذاكر هنجح في الامتحان. ايه اللي حصل؟ ادي I وادي will. will بيجي الفعل بعدها ايه؟ كيمو المايك مقفول، المايك مقفول. تمام، يبقى انا هنا طلبت ايه؟ ايه؟ ويل جه بعدها بس الفعل سادة. الفعل ايه؟ سادة سادة. يبقى انا اشتركت ايه؟ ان انا اذاكر دلوقتي في البريزنت عشان في المستقبل انجح، عشان في المستقبل ايه؟ انجح. في المستقبل اعمل ايه؟ انجح. عندك زي مثلا لو قلت لك ايه؟ if he goes. طبعا استخدمت الاي اس هنا ليه؟ ليه حطيت لي go goes؟ عشان هنا present simple. عشان دي هي. برافو عليك. if he goes to the zoo، لو هو بيروح جنينة الحيوانات، he will see
ذا لاين. يعني لو هو بيروح جنينة الحيوانات هيشوف هناك الأسد. يبقى أنا عندي قاعدة بتقول لي إن ويل ما بيفرقش معاها مين السبجكت اللي قبلها. هي شي ات اي وي ذي يو، جمع مفرد مفيش مشكلة. القاعدة ما بتتغيرش، القاعدة إيه؟ ما بتتغيرش. ويل وبعدها الفعل سادة، ويل وبعدها الفعل إيه؟ ساده مفيش أي حاجة ممكن إيه؟ تتغير فيها. حاجة واحدة بس اللي ممكن ألعب فيها، إيه هي؟ إن إيه بدل ما تيجي في الأول أجيبها فين؟ في النص. إيه اللي هيحصل لو جبتها في النص؟ شايف الجملة بتاعت ويل؟ تيجي في الأول. يبقى إيه ماسكة دايماً إن اللي بعدها تكون الجملة بتاعت البريزنت سيمبل. يعني أنا لو حبيت أحط الجملة دي بس إيه بدل ما في الأول في النص، هقول إيه؟ هي ويل سي، نقعد نمسح دي، he will see the lion، هو هيشوف الأسد if he goes to the zoo. يبقى احنا عملنا ايه؟ ولا اي حاجة، جبنا الجملة بتاعت will حطيناها في الأول وإيف بقت في النص. إيف بقت إيه؟ النص برضو القاعدة بتقول إن إيف لازم اللي بعدها يبقى present simple، والبعيدة تبقى مين؟ ويل زائد الفعل سادة، ويل زائد الفعل إيه؟ زيادة سادة. تعرف أنت تجيب لي جملة؟ عشان أفوقك بس. ها ممكن اجيب لك انا جملة بالعربي وانت تترجمها، ايه رأيك؟ تمام. أنا لو بروح التمرين اي ماشي، لا أجري. اسمها انا بروح التمرين، انا لو بروح التمرين ها انا هكسب الماتش، صح؟ لو انا بتمرن انا هكسب الماتش ان شاء الله. تعال نقولها بقى بالانجلش. if انا يعني ايه؟ إف أي 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 تمام. اتمرن يعني ايه؟ practice. تمام. طيب هنا practice محتاجة احط لها اس؟ لا برافو عليك. If I practice hard، لو أنا بتمرن كويس أو بتمرن جامد، حطيت اللي كوما ها I will win the match. hard will I will إيه؟ Win the match. برافو عليك. سهلة. يبقى أنا عملت إيه؟ بستخدم قاعدة إيه عشان أحط خطة للمستقبل، حاجة أنا بعملها دلوقتي فإيه؟ هتحصل لها حاجة في المستقبل، لما أنا أعملها دلوقتي هتحصل حاجة تانية في المستقبل. فهمتني كده؟ تمام. إيه رأيك؟ سهلة ولا صعبة؟ سهل. آه بص بقى، الحالة الأولى سهلة أوي، present simple will زائد infinitive. طب الحالة التانية، الحالة التانية شبه الحالة الأولى بالظبط بس فرق بسيط جدا. إيه الفرق ده؟ الراجل الرخم ده بيقول لي إيه؟ إن الحالة التانية بتقول إن الجملة اللي بعد إف تكون past simple، تكون باست ايه؟ سيمبل اللي ماضي. هي الحاجات التانية بتاعتها إضافة اي دي او اي دي او برافو اي عليك، دي
بدل ما هتبقى ويل، الماضي بتاع ويل مين؟ وود، صح كده؟ ماضي ويل وود، وبرضه بعدها الفعل ساد. بس كده؟ اه بس كده. طب ايه معنى الكلام ده؟ معنى تمني. يعني ايه؟ انا لو كنت ذاكرت كان زماني نجحت. يبقى الحدثين خلصوا، انا لو كنت ذاكرت، ادي ماضي اهو، كنت نجحت او كنت هنجح، ماضي المستقبل، كنت هنجح. الله، طب ما حصل خلاص ماضي. اه ما هو لو الكلام ده كان حصل في الماضي كان مستقبل الماضي ده ايه؟ اتغير. تعال نشوف ازاي. if I study ولا studied؟ استنزف. اه انا لو كنت ذاكرت بقى I would pass the exam. في حاجة بتتغير كده؟ pass لا well بقت would، لأن ده ماضي وتمني. ماضي وإيه؟ متمني. يعني أنت دلوقتي نفس الجملة اللي أنت قلتها دي if، بس هنخليها بقى إيه؟ he practice، الماضي بتاعها إيه؟ practiced، صح؟ لو انا شلت هي وحطيت شي هتفرق؟ لا لو شلت هي وحطيت وي هتفرق؟ لا لا برضه لو شلت هي وحطيت احمد ومحمد ومصطفى هتفرق؟ لا ليه؟ لان في الماضي الفعل الماضي التصريف التالي ده ما بيتغيرش مع اي سبجكت، صح ولا لا؟ if he practiced hard، لو هو كان اتمرن كويس he would win، كان زمانه كسب، كان زمانه ايه؟ كسب. كسب. برضو وين هنا في حاجة اتغيرت؟ لو شلت هي دي لا وحطيت مكانها زي مثلا جمع، حاجة لا هتتغير في الجملة؟ ايه مفيش أي حاجة هتتغير، مفيش أي حاجة. ايه؟ بس احنا لو شلنا هي هناك هنضطر نشيل هي هنا. ما انا بقول لك احنا لو شلنا هي من هنا وهي من هنا وحطينا هنا جمع وهنا جمع هتفرق؟ لا اصل خلي بالك في الجمله او في الحاله الثانيه، الحاله اللي هي الاولانيه دي، احنا لو شلنا مثلا اي وحطينا هي يبقى لازم نزود اس للفعل، صح ولا لا؟ صح. لكن هنا بقى هل السبجكت بيفرق؟ لا الماضي موحد مع الكل، الماضي موحد مع ايه؟ الكل المضارع هو اللي رخم بقى، لا المفرد زود لي اس، لا لو جمع ما تزودليش اس، لكن الماضي بيفرق مع الكلام ده؟ لا ولا ويل بيفرق معاه ولا ود بيفرق معاه، كله عندنا واحد، كله عندنا ايه؟ واحد يبقى انا عندي قاعدة، اربع قواعد لإف أو conditional if اللي احنا بنقول عليها if الشرطية، بنقول عليها ايه؟ ايه if الشيء ان هي بتديك جملتين، حدثين، واحد فيهم شرط عشان يحصل التاني لازم يحصل. طيب انا عندي القواعد دي اسمها ايه؟ القاعدة زيرو، القاعدة وان، القاعدة 2، القاعدة 3. هتقولي لي طب ليه الرخامة؟ كنا قلنا 1 2 3 4. أقول لك معلش مش أنا اللي حاطة القاعدة دي، تمام؟ طيب أنا ترجمة دلوقتي، أنا دلوقتي لو حبيت إن أنا أعمل جملة بالحالة واحد أو بالحالة اتنين، الحالة واحد بتقول لي إيه؟ إن أنت عندك جملتين بتربطهم ببعض. الجملة الأولانية present simple اللي هي في المفرد بزود اس، لو جمع مع هي والشي والإت يعني، والمفرد بزود اس، والآي والوي والزي واليو وأي حاجة جمع
بيبقى الفعل سادة. الجملة التانية واو زائد الفعل سادة، ويل زائد الفعل ايه؟ سادة. سادة. الجملة دي معناها خطة مستقبلية، أنا بحط شرط إن حاجة أعملها دلوقتي عشان المستقبل أعمل فيه كذا. طب الحالة التانية بيقول لي إنها حالة التمني، حالة إيه؟ الندم بقى، عارف الندم والتمني؟ الجملة الأولانية past simple ماضي بسيط، الجملة التانية would زائد الفيرب ساد. طب في الحالة دي لو حبيت أحط الإف في النص هقولها إزاي يا كيمو؟ تعالى الجملة بتاعت if he practiced hard he would win the game، خلي لي إف في النص. He would win. What he would Would win win if the match if he practiced hard. ممتاز. لحد هنا سهل، دي أهم قاعدة. دي أهم إيه؟ قاعدة قاعدة. وبجد أنت هتفاجأ إن هي متكررة تاني الترم التاني، متكررة في سنة ستة في الكونكت وكونكت بلس، تمام؟ حتى الدرس اللي هنشرحه دلوقتي اللي أنا هقوله لك التاني ده ريبورت سبيتش برضه متكرر تاني في سنة ستة. فأنت لو فهمت القاعدتين دول بأمر الله ربنا يديك العمر والصحة، الترم التاني وسنة ستة بقوا في جيبك خلاص. أوكي؟ تمام تعالى ومتعبين أصلا. يعني لحد هنا تمام صح يا روحي؟ تعالى نشوف بقى حاجة احنا بنقابلها كتير قوي 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 ومبناخدش بالنا منها. ايه هي؟ لما اجي احكي لك قصة نقرا كده حاجة في الريدنج سوا بناخد بالنا من ايه؟ استنى كده، مثلا انا بقرا لك قصة، اوكي؟ والقصة دي ما بين كريم وما بين ايناس، واحنا بنقراها كطرف ثالث، بلاش كريم وإيناس، نختار طرفين كمان، أحمد ومحمد، اللي هو إحنا بنحكي قصة عن واحد اسمه أحمد وواحد اسمه محمد، حلو الكلام؟ وعمالين نقرا الدرس، حلو كده؟ تمام؟ تمام. رحت وقلت لك إيه؟ أحمد، أو بقى بلاش نبتديها كده، نعملها إزاي؟ اهي عارف اللي هي الكومة اللي بنعملها كده دي، I like مثلا English مثلا said أحمد، مش احنا بنقابل الموضوع ده كتير؟ شوت اللي هو فلان الاثنين دول، الاثنين اللي فوق دول، يعني يقصد ان كانهم إن براكتس، برافو عليك يقصد صح، عليهم ان احمد قال ايه بالظبط عشان ما ندمجش الكلام في بعض. الله ينور عليك. بص انت قلت الكلمة في وسط الكلام كده بس انت قلتها صح. ايه هي بقى؟ حليت الدرس كله في كلمة قلتها، ايه هي؟ لما حطيناهم بين البراكت احنا قلنا الكوت اللي قاله احمد، قلنا الكلمة اللي قالها احمد، انا بحب الانجليزي. مين اللي واقف يكلمك دلوقتي؟ مش ها؟ هنا. برافو عليك. هل انا احمد؟ لا انا بقول لك الكلمه اللي قالها احمد، اي لايك انجلش سيد احمد، يبقى ايناس اللي قالت الكلمه دي. لا لما اجي احكي لك بقى احمد قال ايه، هقول لك ايه؟ انا بحب الانجليزي، ولا هقول لك احمد قال انه بيحب الإنجليزي؟ أحمد إيه طول اللي هو الماضي من كلمة تي أحمد
سد، ما هي احمد اهي سد. ها أحمد سيد he like English. he liked. الريبورت سبيتش لما يكون في طرف ثالث، طرف ثالث بيحكي الموضوع، بيحول كل كلمة مضارع هنا لماضي، يرجع بيها خطوة. ازاي؟ احمد بيقول انا بحب الانجليزي، احمد قال كده، يبقى انا هقول ايه؟ احمد قال انه اللي هي هي حب الانجليزي، يبقى انا هقول ايه بقى الريبورت سبيتش بتاعتي؟ احمد said that، و that دي مهمة جدا في الريبورت سبيتش، خلي بالك. تمام؟ ها تمام. أحمد said that he liked English. فهمت جاي منين؟ فهمت جاي منين؟ آه، يبقى أنا كل اللي عملته إيه؟ رجعت بالزمن خطوة واحدة، بدل ما مضارع خليتها إيه؟ ماضي، بدل ما مضارع خليتها إيه؟ ماضي. ماضي، وبقيت أنا خليت آي تتحول لمين؟ ليه لا لهي أو شي ليه أو شي. بص بقى، هي ليها جدول أنت هتاخده في سنة ستة، بس أنا ممكن أقوله لك على خفيف. إزاي؟ لما ألاقي في الكوت اللي بين قوسين دول اسمها إيه؟ كوت. اسمها إيه؟ كوت. دايركت سبيتش. دايركت سبيتش يعني إيه؟ الكلام اللي طالع من بق اللي قاله. هو ده، مش أحمد اللي قال الكلام ده من بقه؟ ده اسمه دايركت سبيتش. ده اسمه إيه؟ دايركت دايركت سبيتش سبيتش. لما ألاقي فيها كلمة آي، تعرف ان في الريبورت سبيتش اللي هو ده الكلام اللي انا بحكيه لك انا بقى، ده اسمه دايركت سبيتش، ده اسمه ايه؟ دايركت. وده اسمه ايه؟ ريبورت. ده اللي انا بخبرك بيه، لكن ده الكلام اللي اتقال فعلا، ده الكلام ايه اللي اتقال. لكن ده النميمة بقى، ده الفتنة. ماشي. اي بتتحول لهي او شي. طب ازاي اي بتتحول لهي او شي؟ لو بدل ما قلت لك سيد احمد قلت لك سيد منى، يبقى لما تيجي تحكي لي في الريبورت هتقول لي منى سيد ذات شي لايكد انجلش. يبقى لما الاقي اي في الدايركت سبيتش اعرف انها هتتحول لمين؟ لهي او شي. طب لو لقيت وي مثلا، مثلا we like English، هتتحول وي هي تخيلها كده. لو انا قلت لك we like English said the boys، الولاد قالوا احنا بنحب الانجليزي، ها يبقى the boys said that like English. they. زي بدل ما احنا بنحب الانجليزي، يبقى الولاد قالوا ان هم بيحبوا الانجليزي. هي لفة بس محتاجة ايه؟ سنس بالجملة، تفهم الجملة ازاي. We like English، احنا بنحب ايه؟ الانجليزي. تمام؟ مين اللي قال كده؟ الصبيان. يبقى انا لما احكي لك اقول لك ايه؟ ده الصبيان قالوا ان هم بيحبوا الانجليزي. بص بالعربي جت سهله ازاي؟ ها؟ يبقى انا عملت ايه؟ حولت وي لذي. حظك الحلو ان انت ما عندكش الا الاثنين دول، عشان في سنه سته هتتعمق فيها شويه. اوكي؟ خليك بس فاكر ايه، ان انا لو لقيت اي هحولها لهي او شي حسب اللي قايل الكلام، حسب ايه
التالت من الكلام. والفعل اللي موجود في الدايركت سبيتش ارجعه زمن، ارجعه ايه؟ زمن. زمن. مضارع اعمله ماضي، ومش هيجيلك اي حاجه تاني، هيجيلك الكود بالمضارع عشان تترجعه ماضي، ما تقلقش مش هيجيلك اي ازمنه تانيه. تمام، تمام. ناخد واحده تانيه بتوع سنه سته اللي بياخدوا كونكت بلس طلعان عينهم، والرخامه بقى حطه لهم في اخر يونيتين، فالعيال يا عيني بشرحه لهم بتهنج. بس هي سهله، لان انت وانت بتتكلم في بالعربي بتلاقي نفسك بتعمل نفس الموضوع. تمام، تعالى مثلا لو قلت لك ايه، وي كان وين ذا ماتش، اوكي تمام. ذا بويز، الولاد بيقولوا ايه؟ وي كان وين ذا ماتش. لما تلاقي السؤال الجملة أو الكود محطوط بين تو براكتس يبقى تعرف إن ده دايركت سبيتش. ده إيه؟ دايركت دايركت. سبيتش، ترجمه عربي. قبل ما تعمل أي حاجة أعمل إيه؟ ترجمه عربي. إحنا هنقدر نكسب الماتش اللي قال كده الصبيان. ارجع اعملوا الريبورت بالعربي، ما تعملوش بالإنجليزي. ها، الصبيان قالوا، الصبيان قالوا إن هم هيقدروا يكسبوا الماتش. برافو عليك، برافو عليك، انهم، انهم ايه؟ انت قلت انهم، هم بقت وي زي بدل وي بقت زي ايه؟ زي يبقى اول حاجة هنبتدي بالنهاية، هنبتدي بايه؟ بالنهاية. يبقى the boys said، the boys said، الصبيان قالت. ها، كملي بقى الجملة، نفس الجملة دي حولها. The boy said that That can win the match مين دي؟ مين دي الأول؟ that day. they، أيوة كده، that they، وكان دي مضارع ولا ماضي؟ يعني مش مضارع. مش ما مش كان دي مضارع؟ مش احنا قلنا بنرجع بالزمن خطوة؟ مش لايك خليناها لايكد، يبقى كان هتبقى ايه؟ كود، كان هتبقى ايه؟ good الماضي بتاع كان ايه؟ كود. good وكود برضو بيجي بعدها الفعل السادة ولا لأ؟ كود وين ذا ماتش، يبقى الدايركت سبيتش بتاعنا كان ايه؟ وي كان وين ذا ماتش، احنا هنقدر نكسب المباراة. سيد ذا بويز، الصبيان قالت كده. حولناه الريبورت سبيتش، حولناه لايه؟ ريبورت سبيتش. فقلنا ايه؟ ذا بويز، خدنا اللي في الاخر اهي، ذا بويز سيد، الصبيان قالوا ذات. ها، That they cloud win كود، much. كود ال سايلنت، كود. Could win the match. طب نجرب واحدة تانية، ايه رأيك؟ ها، تمام. تمام. نقول مثلا I eat مثلا كيك، ايه اللي انا كتبته ده؟ said منى، ترجم بالعربي الأول. ها، أنا أكلت كيك. لا أنا باكل، أنا eat باكل كيك. كمدورة. ها، said منى، حولها بالعربي الأول. ها، مون لا منى مون قال مون said that she لا
ايت. ايه اكيد. ايه تعالى بقى نقولها، يبقى منى سنت، منى قالت، ذات ايه شي، ايه ايت a cake، ايه انها اكلت كيك كيكه، انها اكلت ايه؟ الكيك كيك. احمد ربنا ان لحد دلوقتي هي في الجزء ده بس، لان بتوع سنه بيعيطوا، مع انها سهله والله سهله. الفكره كلها ترجمها بالعربي هتلاقيها سهله معاك قوي، انت لو ترجمتها بالعربي هتلاقيها سهله قوي. كل اللي انت بتعمله ايه؟ ببص على حاجتين بس في الدايركت سبيتش، حاجتين بس. ايه هما؟ الفعل والفاعل، الفعل والفاعل. ببص على مين ومين؟ الفعل والفاعل. هو قال لي سيد احمد، احمد ده ولد ولا بنت؟ أحمد ولد يبقى هستخدم هي، يبقى بدل ما هقول اي هستخدم هي. لو كانت سيد منى يبقى بدل اي هتبقى شي، لان منى دي بنت. لو قال لي the girls بنات جمع، يبقى لازم هنا هتبقى زي، صح ولا لأ؟ واخلي الفعل بدل ما مضارع ماضي، بدل ما مضارع ايه؟ ماضي يبقى انا ببص على حاجتين، اشوف هنا الاسم اللي قال الكلام ده ولد ولا بنت، جمع ولا مفرد، واحوله. لو اي تبقى هي او شي، لو وي تبقى زي. لكن انت اصلا هيجيلك يا اما اي، يعني الجمله اللي في الدايركت سبيتش هيجيلك اي بس، فانت تحولها يا اما هي يا اما شي، يا اما هي يا اما ايه. شيء يعني فكره اصلا انك تجيلك وي وتحولها لزي مستبعده شويه، لان زي ما قلت لك ده شغل سنه سته. ده شغل ايه؟ تنسد سنه سته بقى بياخدوا كمان ايه؟ لو قال لك سيد احمد تو مي، احمد قال لنا الكلام ده، يبقى انا لما هاجي اكتبها هقول ايه؟ احمد سيد ها تو أحمد مي سيد تو مي أي ذات وقت هي، ذات هي لايكد انجلش، او احمد told me that he liked English. فهمت؟ فانت لو انت فهمت دي بتاع السنه سته هتبقى سهله قوي بامر الله. اوكي، تمام سهله سهله. اقولها تاني؟ يبقى احنا لا بنبص على كام سهل حاجه، على الحتين اللي هم مين؟ اشوف مين اللي قال الكلام ده، ولد ولا بنت، ولد هنا واقوم ولد رايحه على اي اللي موجوده في الدايركت هنا اللي بين البراكت، واقوم شايلاها وحاطه البرناون اللي يعوض ده، حاطه الضمير اللي يعوض مين ده، ده حاطه البرناون اللي يعوض مين ده، ولد احط هي، بنت احط شي، وارجع بالزمن خطوه، ارجع بالزمن ايه؟ خطوة مضارع احوله ماضي. لو بدل مثلا كلمه جملة كده تاني أجيبها لك، مثلا I will مثلا sleep early، أنا هنام بدري. said حازم، أول حاجة ببص على مين؟ حازم حازم ده ولد ولا بنت؟ ولد يبقى أعمل دايرة حواليه، حازم كين يبقى ذات حازم سد ذات ذات هي هي ويل، الماضي بتاعها إيه؟ ود would. وأكمل بقية الجملة؟ آه، that he would sleep. أرك
يبقى انا بدور على الفعل الاساسي في الجمله. الفعل الاساسي ايه في الجمله؟ ويل وود. كده كده الفعل اللي بعدهم لازم يبقى ساده، يبقى انا هلعب مع ويل. العب مع مين؟ مع ويل ويل، مع الفعل اللي ممكن يتغير. لكن كده كده سليب مش هتتغير، كده كده سليب ايه؟ مش هتتغير. ممكن يجي لي بقى شكل الدايركت سبيتش والريبورت سبيتش في شكل ايه؟ يا اما ري رايت، يا اما يقول لك مثلا اعملها لي، يجيب لك كده بين قوسين ويقول لك اعملها ريبورت سبيتش. ري رايت ذا سنتنس، غير الكلمة واعملها ايه؟ ريبورت سبيتش. او يجي لي تشوز، يجي لي ايه؟ تشوز. لو قال لي مثلا حازم ست ذات هي وحط لي تشوز، اعرف ان هي حازم سد هي، يبقى دي ريبورت سبيتش. يبقى دي ايه؟ مفيش الكوما، مفيش ايه الهاي كوما. يبقى لازم الفعل اللي اختاره ماضي، يبقى لازم الفعل اللي اختاره ايه؟ ماضي لكن لو جاب لي بقى اللوك الهاي كوما زي دي كده، يبقى الفعل اللي في النص هنا لازم اختاره يكون ايه؟ مضارع. لازم الفعل يكون مضارع ايه؟ مضارع. مضارع. في أي حاجة مش مفهومة في اللي احنا قلناه ده؟ لا تمام. تمام. هديك جزء هوم وورك على الدايركت سبيتش والريبورت سبيتش وقاعدة إف، تمام؟ ومش هديك النهاردة كونكت عشان ما تقلش عليك، إيه رأيك؟ سامعني يا كيمو؟ تمام، ممكن اخد صفحة كمان من النت. ما انا مش عايزه اتقل عليك، مش عايزه اتقل عليك. طيب تمام عموما في امتحان هتلاقي في كتاب الملحق اسمه جوفرنيت تيست، امتحانات المحافظات. تمام اخد الكتاب صح؟ اه عايزاك حاضر تحللي أول امتحان وتصوره وتبعتهولي، ممكن؟ تمام. اللي هو محافظة القاهرة محافظة القاهرة، ماشي. إحنا عنصريين بقى عشان أنا من القاهرة، أوكي؟ تمام ماشي؟ تمام ماشي يا حبيبي؟ مش هطلب منك تمام النهاردة كلمات ولا أي حاجة لأن الجزء ده مهم جدا. أنت قلت لي معاك كتاب إيه؟ أنا عايز أكتب المعاصر. أما كونكت بلس. لا لا لا، كونكت بلس. كنت بلس ازاي؟ الباهر؟ ايوه معاك ده كتاب الباهر؟ ايه؟ طيب ايوه عندك صفحة 155 و156، و157. لا مش هنقول كتير. مية طيب خمسة هي وخمسين المية باراجراف باراجراف؟ أي 155. 155 باراجراف ازاي؟ طب هات كده 156. في وائل وعمر، في نقاش بين وائل وعمر. ايه ده؟ يبقى مختلفة بقى. طب بص انا هقول لك تجيبها منين. يونت 3 في الكونكت بلس. انت فاتح الكونكت ولا الكونكت بلس؟ كونكت بلس هات لي اليونت الثالث. الدرس الثاني. تمام الجزء بتاع قاعدة إف لقيته؟ هتلاقي فيه على... أيوة هو ده. شايف هتلاقي فيه صف أسئلة تحتيه. صفحة تانية، عندي صفحة تانية. ماشي. وهتلاقي فيه الدرس السابع في نفس اليونت. السابع اسمه ريبورت. ايوه السابع تمام. تمام. هتلاقي بعدها اخر الدرس ده
في جزء اسمه ريبورت سبيتش. لا انا فاتح على الدرس السابع برضه، عندي صفحة كاملة. تبع الريبورت سبيتش مش كده؟ اه هي دي اللي عايزاك تحلها. ماشي؟ تمام. لو وال مش هتقدر تحل الامتحان خلي الامتحان بكرة، أنا أهم حاجة القاعدتين دول تحللي عليهم. تمام ان شاء الله حلو. واللي ورا برضو بطل. حلو. ها من اللي الحصة هو أنا الثانية هي لا قاعدة ايه؟ لا لا إحنا لسه ما خدناش يونت 3، إحنا خدنا بس القاعدتين بتوع درسين. اخد بس قاعدة اف اللي هي بتاعتي. بتاعت قاعدة إيفو وبتاعت الريبورت سبيتش. ماشي؟ تمام ان شاء الله حلو بتاعت المحاضرة. حبيبي يا كيمو أنا واثقة فيك، أنت بطل. ماشي يا شكرا. روحي، ربنا ينجحك ويوفقك. خلصت المهام الأدائية ولا لسه؟ لسه الأسبوع الجاي. طيب يبقى ابعت لي الورقة نحلها سوا، أنا عارفة إن هي كده كده بتتبعت لك محلولة، بس يبقى لا ابعتها لي برضه نحلها. فبتتبعت لك أنا بعت على جروب كونكت بلس وكونكت. هي الورقة اللي أنت بعتها دي كانت المهام الأدائية؟ اه اللي أنا كنت كاتب تحتها إنجليزي دي كانت بتاعت المهام انا لقيت بتاعت الكونكت بلس بس. كونكت بلس بقى. تحت عموما شوية. هشوفها تاني عشان نبقى نحلها سوا. اوكي يا وحش، تمام ماشي يا حبيبي، يلا see you تمام later alligator in our to dive حبيبي، باي. bye.